نرفض خطة الإطار على اعتبارها خطة تصفية للقضية الوطنية الفلسطينية، تهدد القدس وعروبتها، تهدد الأغوار، وتهدد بتصفية قضية اللاجئين وفق سياسات مرفوضة. احنا جايين هون باسم المبادرة الوطنية لنشارك في احتجاجنا على قرارات كيري. بيسحقوا فينا وبيبيدوا فينا في وطننا، وعمالهم بياخذوا اراضينا واحنا ساكتين، بياخذوا بيوتنا واحنا ساكتين، بياخذوا عمالهم كل اغلى ما عندنا واحنا ما حدا محتاج. لازم نوقف ونحتاج ضد هذه عشان نقول لا لكلمة لا لأمريكا. أنا موجود اليوم مع أبناء وبنات شعبنا لرفض خطة كيري، هذه الخطة وما تسمى بخطة الإطار التي تفرض الإملاءات والتنازل عن حقوق شعبنا المشروعة، هذه الخطة التي تديم الاحتلال وتحافظ عليه يوميا لينهش من لحم وأرض شعبنا.